بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بأبرز العناوين. مئات الآلاف يحيون جمعة، ثورتنا مستمرة ولا عودة للماضي. كاميرا سهيل ترصد عملية الاستكشافات الغازية والنفطية في محافظة الجوف. أهلا بكم. احتشد ثوار العاصمة صنعاء في ميدان 11 من فبراير 60 سابقا في جمعة ثورتنا مستمرة ولا عودة للماضي، في إطار استئناف الفعل الثوري الذي بدأ قبل شهر للمطالبة بإسقاط الفساد وإيقاف مشاريع العنف التي تقودها أطراف الثورة المضادة. وأكد خطيب الثورة الأستاذ عبد السلام الخديري أن أمواج الثورة ستجرف الواهمين، وأن الثوار ما خرجوا في بداية الثورة إلا وأعدوا واستعدوا لأي فعل مضاد، متوعدا المجرمين بمفاجآت ضدهم بعد أن أتيحت لهم التوبة ولم يعودوا لرشدهم. وأشار الخطيب أنه لا وجود للزعيم والسيد والملك والأمير في واقع اليمن، وإنما في قصص الأطفال، مؤكدا أن الحكومة أنجزت الكثير في ظل المرحلة الحرجة والانتقالية التي تمر بها البلاد، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها جراء صفقات وعراقيل الماضي، حيث كلفت الدولة 120 مليار دولار جراء صفقة الغاز، و25 مليار دولار جراء الاعتداءات على النفط والكهرباء، و10 مليار دولار خسائر جراء توقف المشاريع الاستثمارية والضرائب. ولو كانت حدثت هذه الخسائر في الماضي لعلى النظام السابق الإفلاس والمجاعة. وأضاف بأن التحالف الجديد الصالحي الطائفي مصيره الفشل والتحطم على صخرة الشعب الحر الرافض لكل مشاريع العبودية والأسرية والعائلية. تتواصل عملية الاستكشاف الغازي في المنطقة الغربية من محافظة الجوف، وتحديدا في قطاع 18 الممتد من محافظة مأرب وحتى محافظة الجوف، وذلك بناء على دراسات جيولوجية قامت بها شركة صافر، والتي تقوم حاليا باختبار النطاقات الهيدروكربونية الأخرى في الآبار الاستكشافية. وتقوم شركة صافر بعمل استكشافي مكثف في القطاع 18، وتستهدف حفر 3 آبار استكشافية في نفس المنطقة الغربية. هذا وقد حصلت قناة سهيل على صور العمليات الاستكشافية التي لا زالت متواصلة حتى اللحظة. في هذا المكان نستبشر بالخير إن شاء الله تعالى، وهذه أول بير يتم حفرها كاستكشافي أو تنقيب، وتم اكتمال أول بير، وهي تحتوي على كمية من الغاز كبيرة، وسينتقل لموقع ثاني إن شاء الله تعالى يبعد عن المكان هذا اللي نحن الآن فيه 3 كيلو تقريبا. وثم بعد ذلك فيه 2 مواقع أخرى سيتم التنقيب فيها في محافظة الجوف، وهذا إن شاء الله تعالى يعتبر بداية خير، وهذا منجز من جزء الثورة وشباب الثورة. صرح مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإرهاب، وبناء على توفر معلومات لدى الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت هذه الأجهزة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة التي ثبت تخطيطها ومساهمتها في القيام بعمليات إرهابية استهدفت مصالح ومنشآت حيوية واغتيالات طالت عددا من الشخصيات الوطنية وأبناء القوات المسلحة والأمن ومواطنين وزائرين أجانب أبرياء. عملية استرداد الأموال المنهوبة تحولت إلى مطلب شعبي ورسمي، لا سيما بعد أن قدم وزير الشؤون القانونية مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، والذي يأتي تزامنا مع حراك لعدد من منظمات المجتمع المدني للمساعدة على استرداد هذه الأموال. هائل البكالي والتفاصيل. كان وما يزال من أبرز أهداف ثورة الشباب السلمية استعادة ثروات الشعب التي نهبها عتاولة النظام السابق وقوى الفساد الذين اعتقدوا بأن كل ما في هذا البلاد خالص لهم، وأن الشعب
سيقبل بشكل أو بآخر هذا الاعتقاد، لكنه سرعان ما انقلب السحر على الساحر. اندلعت ثورة أطاحت برأس النظام، وتزايدت المطالب باستعادة الأموال المهوبة. وفي هذا الإطار أشيرت في العاصمة صنعاء الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة بمشاركة فاعلة من مختلف مكونات ومنظمات المجتمع المدني. لقاء تدشين الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة. حقيقة يأتي هذا التدشين ونحن نعيش الذكرى الثالثة لثورة الشعب السلمية التي يقودها الشباب وما زالت قائمة حتى الآن، وكان من أهدافها هو استرداد الأموال المنهوبة والمهدرة. الشبكة تسعى إلى ضم أكبر تحالف مدني لاسترداد الأموال المنهوبة، وتقول إنها تجد نفسها ملزمة بالعمل من أجل استعادة أموال الشعب بكل الطرق القانونية وقواعد العدالة الانتقالية، وكذا بتعاون الشرفاء من أبناء الوطن. إشهار الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة موضوع في غاية الأهمية. أنا أستشعر أن هذا الموضوع أيضا يشكل رافد مهم من الروافد التي يمكن لها أن تكافح الفساد، وهي أيضا تجسد الآن بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني واحدة من الجهات التي يمكن لها أن تسهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تعكف عدد من منظمات المجتمع المدني للمساعدة على استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة ناهبيها، لا سيما وأن استعادة الأموال المنهوبة أحد أهداف ثورة 11 من فبراير السلمية. ولأن الثورة فعل مستمر، تبقى عملية استرداد الأموال المنهوبة مطلبا شعبيا وثوريا يتوجب على الحكومة سرعة إنجاز قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي سبق وأن قدم إلى مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي. وتزايد الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة في الآونة الأخيرة، حتى أن ابن عمر في تصريح له دعا إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الأموال الذي وصفها بالضخمة. وحتى يتحقق هذا المطلب لا بد من تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية وكذا المحلية والدولية، وهذا ما بدا يتشكل في الواقع وإن بخطوات بطيئة. حيل البكالي، قناة سهيل، صنعاء. شيع الآلاف من أبناء حضرموت في غيل باوزير جثمان الشهيد الشيخ علي سالم باوزير، والذي اغتيل مساء الأربعاء على يد مجهولين. المزيد في سياق التقرير التالي. فجع أبناء حضرموت ومعهم أبناء اليمن والأمة الإسلامية أجمع بخبر اغتيال الشيخ الجليل علي بن سالم بن يعقوب باوزير مساء أمس الأربعاء عند خروجه من مكتبة جامع باهارون بغيل باوزير بمحافظة حضرموت قبيل صلاة العشاء على يد قوى الشر التي لم يسلم منها أهل الفضيلة والعلم. ويعد الشيخ باوزير من أبرز العلماء بالمحافظة، والذين كان لهم دورا بارزا في نشر العلم الشرعي وتحفيظ القرآن الكريم، وله رسوخ في العلم ذو ورع وحكمة وسمت صالح، مشتغلا ببذل العلم والخير وجمع الكلمة والصدع بقول الحق، حتى كفر الشرطة وكفر الضباط، بل وغلى بعضهم حتى كفر من خالفه، ولو كان من العلماء ولو كان من الفضلاء، وإنها لرزية عظيمة وفتنة كبيرة. احتشد الناس من كل حدب وصوب، وكانت وجهتهم المشاركة في مراسيم دفن فضيلة الشيخ في موقف جنائزي مهيب. ارتفعت الأيادي بالرجاء للمولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. انطفأت شمعة من شموع العلم، وأفل نجم من نجوم التنوير والهداية، وعزاؤنا أن نصبر أنفسنا بقول المولى عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نصرح أيها الإخوة بالحق، وكلنا سنموت، إنك ميت وإنهم
ميتون قد يموت مقتولا وقد يموت بسبب آخر. وأنا كذلك المتحدث أمامكم أنا ميت أنا ميت أنا ميت. ويغلب على الظن أنه القادر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. ناقش عدد من الأكاديميين والسياسيين بمركز الدراسات والبحوث بالعاصمة صنعاء مستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية، وأكدوا أن وجود دولة قوية تقوم على أساس من العدالة الحقيقية بين المواطنين اليمنيين في توزيع الثروة والخدمات الأساسية من صحة والتعليم وغيرها من الخدمات التنموية الأساسية، الأمر الذي سيعزز من نظام الدولة الاتحادية المرتقبة. ودعا الأكاديميون كافة القوى السياسية لتحمل مسؤولية التعامل بكل جدية ومصداقية مع هذا المنجز الوطني العظيم، وذلك من خلال تكاتف جميع المكونات الشعبية والوطنية، أحزاب ومنظمات جماهيرية ونخب مثقفة وعلماء الدين والنقابات المهنية ومشايخ وجهات اجتماعية، وبالأخص في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن أجمع. كل ذلك التكاتف بهدف خلق وعي عام بأهمية هذا المنجز الوطني الذي سيصب في صالح الجميع. جاء ذلك في ندوة نظمها مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم بالعاصمة صنعاء. احتفلت منظمة القرآن والسنة للتنمية بتخرج 30 حافظة لكتاب الله الكريم من مركز العليا لتحفيظ القرآن الكريم، كما تم تكريم عدد من رعاة الحفل ومندوبين عن الأزهر الشريف. ودعا مركز العليا لتحفيظ القرآن دعا الخريجين إلى التبرع والخيرين أيضا لصالح مراكز تحفيظ القرآن الكريم، كون القرآن منهج الوسطية والاعتدال وطريق الحفاظ على الأجيال من الانحراف والعنف. يشتكي ساكنو مشروع اليمانية في منطقة الممدارة الجديدة بمحافظة عدن من انعدام الخدمات الأساسية في منطقتهم رغم دفعهم لكل النفقات، وتعود مشكلتهم إلى أكثر من 5 سنوات حين أعلن المستثمر في المشروع إفلاسه وباعه لمستثمر آخر. التفاصيل في التقرير التالي. يتساءل ساكنو مشروع اليمانية الواقع في الممدارة الجديدة بمحافظة عدن عن الإهمال والتسيب وغياب الخدمات الأساسية في منطقتهم رغم أنهم استوفوا دفع كل الرسوم المتعلقة بتوفير تلك الخدمات. انتشرت بركو مياه الصرف الصحي في كل أرجاء المنطقة وعلى أبواب كل العمارات مسببة الأمراض ومنغصة عليهم حياتهم. الآن كما تنظر يعني إلى هذه البرك من يعني المياه العاشنة والراكدة والملوثة الذي بتجلب الأمراض والبعوض والنامش والذباب يعني، وأيضا حتى الهواء أفسدت الهواء اللي بنتنشعه، فهذا شيء طيب وجيد من قناة سهير. مواطنون إنهم وقفوا حائرين أمام من يتحمل المسؤولية ولم يجدوا أذنا صاغية لدى الجهات المسؤولة
التي لا تتوانى في إضافة جسم النظافة والتحسين والصرف الصحي في كل فاتورة مياه أو كهرباء، واكتفت فقط بوضع حواجز ترابية لحصر مياه المجاري دون المعالجة الجذرية للمشكلة وآثارها. المفروض أنه على الأقل يعني أن صحة البيئة، المحافظ، المسؤولين عن الحي، ما فيش حد يعني بينظر لها الآن. يعني هذه كل الأتربة هذه اللي يعملوها الآن يعني حلول مؤقتة، البلالع وراءك، أمامك، خلفك، في كل العمل بين العمال جميعا. هذا لا يرضي الله ولا يرضي المسلمين، يعني لا مجاري لا يعني بشر، هذول اللي ساكنين في هذه العماير مش هم حيوانات ولا هم قطيع من الأغنام، يعني دافعين فلوس، دافعين بيقسموا في حق الكهرباء، في حق المشاريع، يعني حرام. يعني لا تقتصر المشكلة على هذا فحسب، بل إن المخطط العام تم تغييره وفقا للمواطنين، والمستثمر في المشروع أعلن إفلاسه منذ سنوات وباع المشروع بكل عاهاته لمستثمر جديد، وهو الآخر لم يقم بحل للمشكلة ولم يوفر أدنى احتياجات النظافة والتحسين، إضافة إلى استحداث مباني عشوائية صادرت المتنفسات الخاصة بالمشروع. وعند المطالبة من الجهات المعنية لم يجد المواطنون من يجيب نداءهم. تابعنا عدة مرات إلى الأخ وحيد رشيد وإدارة المجاري، ولكن لم نحصل منهم أي رد. طلبوا مننا تبرع بقطعة الأرض، تبرعنا لهم بقطعة الأرض في المشروع، وعلى اساس بيجوا يعملوا، والى الان احنا نتابعهم لم يلتزموا بوعودهم. منفذ المشروع هو فلس واعلن تفليسه في المحكمه وباع المشروع بهذه الحاله، ما عاد له اي دخل. والمواطنين كل ما تكلمنا واحد يقول لك انا ما بسي بياره، سووا بياره، امتلت البيارات، خرجت كلها في الارض. تتوجه اصابع الاتهام الى المستثمر الحالي بعدم ايفاء المشروع حقه، وكذلك إلى الجهات المعنية في النظافة والتحسين والصرف الصحي بالتنصل عن واجبها في توفير الخدمة للمواطنين رغم دفعهم لكل النفقات، إضافة إلى وكيل المحافظة الذي قام بالبناء بشكل عشوائي بين المباني بشكل يشوه المخطط العام ويعيق تنفيذ المشاريع الخدمية مستقبلا، وهو أمر يفاقم من معاناة المواطنين. فهل من أذن لدى الجهات العليا تسمع شكوى المواطنين وترفع عنهم الضرر؟ أتلفت الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمنفذ الوديعة محافظة حضرموت اليوم أكثر من 4000 كرتون من المواد الغذائية وعصائر وسجائر، وتم إتلاف الكمية نتيجة لمخالفتها المواصفات القياسية المعتمدة وانتهاء فترة الصلاحية بحضور ممثلين عن الهيئة والجمارك والنيابة. يشار إلى أن إجمالي الشحنات التي خضعت لإجراءات الهيئة خلال العام المنصرم والواصلة إلى كافة المنافذ بلغت 149 شحنة، وبحسب الهيئة تم الإفراج عن 63,180 شحنة، فيما تم إعادة 45,067 كيس وكرتون مخالفة للمواصفات إلى بلد المنشأ، وإتلاف 56,993 كيس وكرتون. في مبادرة جديدة من طلاب اليمن في العاصمة المصرية القاهرة، قام مجموعة من الطلاب بجمع قرابة 100 قربة من الدم كتبرعات من قبلهم لمساعدة المرضى اليمنيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية. وقال الطلاب اليمنيون الذين تبرعوا بجزء من دمائهم إن ما قدموا هو أقل ما يقدرون عليه لإخوانهم المرضى الذين تتقطع بهم السبل ولا يجدون من يقف إلى جوارهم وهم خارج أوطانهم. مسمى إنسان، معظم الطلاب اليمنيين الدارسين في القاهرة، نظرا لازدياد عدد المرضى اليمنيين الموجودين في القاهرة حبينا نساعدهم من خلال حملة خفف دمك. حملة خفف دمك هي عبارة عن حملة تبرع بالدم للمرضى اليمنيين الموجودين في القاهرة. كانت خفف دمك واحد فيها 48 شيك، أي يمني يحتاج للدم يتواصل معنا ونعطيه شيك. حاليا احنا مشغلين محمد خفف دمك 2 ونزل اسماء الناس المحتاجة للفصيلة واي حد يساعد يكلمه. والله احنا جينا هنا عشان نعمل خير ونساعد المرضى اللي في ناس كثير محتاجة لهذا الدم. اتمنى لهم كل النجاح واشكرهم من كل قلبي، ولهم الدور الاول والافضل احسن من كثير 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 من جهات كان المفروض انه هذا يكون عملها من اساسية عملها. والشباب يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني متفاعلين مع الحملة جدا وربنا يقويهم ويمدهم الصحة. أولا حملة إنسان تهدف إلى مساعدة المرضى اليمنيين والذي يبلغ عدد المرضى اليمنيين
بسنة حوالي 200,000. هذا جل هذا رقم كبير جدا، ومعظمهم في معظم الحالات يموتوا نتيجة لنقص الدم، وهذه أساسية من أساسيات الحملة، نحن نهتف لتوفير الدم في الحالات الطارئة. مشاهدينا، بقي أن أذكر بأبرز العناوين. مئات الآلاف يحيون جمعة ثورتنا مستمرة ولا عودة للماضي. كاميرا سهيل ترصد عملية الاستكشافات الغازية والنفطية في محافظة الجوف. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.